تعالى يا احمد شوف الوظيفة اللي نازلة على النت دي كل شروطها بتنطبق عليك. اقدم ايه بس يا سعاد تاني في وظايف؟ ما انا اتصلت بكذا شركة وقدمت مفيش حد خالص راضي يرد عليا. طب ايه رأيك يا احمد تقبل عقد العمل اللي جاي لك؟ عقد عمل ايه تاني يا سعاد؟ ما انا سافرت واديكي شفتي الكفيل عمل ايه معايا. طب ايه رأيك نفتح سوبر ماركت كده وساعدك فيه وان شاء الله كده ربنا يكرمنا. منين يا سعاد؟ ما انا حطيت فلوسي كلها في البورصة وضاعت كلها، ما انت عارفة. طب ايه رأيك نفتح قناة كده زي ما الناس بتفتح على النت كده؟ افتح قناة اعمل بيها ايه يا سعاد؟ اقعد اطبخ يعني؟ اعمل فيها ايه؟ ولا اقلعك الحجاب واجيبك وانت بتنضفي الشقة؟ وبعدين شروطها صعبة وعايزة لايكات واشتراكات وموضوع، ما انا بفهمش اصلا في النت والحاجات دي. انا عمري يا سعاد ما هنسى ابدا ولا هسامح اخويا، مرضاش يشغلني معاه في المصنع بتاعه، شغل الغرب وما شغلنيش. كان زماني ما تحوجتش ان اسافر ولا خسرت فلوسي في البورصة ولا كل ده حصل، والله ما انا مسامحه. ان شاء الله ربنا يكرمنا كده. انا احنا ما احنا مقدمين اهوت من 5 سنين على الهجرة لكندا، ان شاء الله كده ان شاء الله يكون لنا حظ السنة دي بإذن الله. انا خايف بس كمان يجي يطلبوا مننا اللغة ويخلوها شرط للسفر، بس ان شاء الله هنكسب، ما تشيليش هم. بص انا داخل انام دلوقتي، صحيني كمان 3 ساعات كده. بصي ما تصحينيش، انا هصحى براحتي. هصحى اعمل ايه يعني؟ خلاص يا احمد براحتك يا احمد. يلا نخش في حلقتنا كده ونصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ريت يا جماعة ما ننساش نعمل لايك وشير ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وإن شاء الله كل حاجة تعجبكم بإذن الله. واللي عنده موضوع جديد يبقى يقول لنا في التعليقات وأنا نتكلم في الموضوع الحلقة الجاية إن شاء الله. هنتكلم النهاردة عن الفشل وإيه هي عوامل الفشل وإزاي تبعد عن الفشل. عشان تبقى ناجح والفشل دوت ما يلاقيش لقلبك طريق ان هو يدخله، حاجات كتير قوي لازم نعملها. تلاقي واحد داخل كلية صعبة قوي قوي واثق من نفسه وعارف ان هو هينجح، واحد داخل مشروع بكل قوته وتلاقيه عنده ثقة الدنيا كلها، واحدة متجوزة واحد متشدد وتقول لك هيقيم الليل يعني 4 ساعات، هقيم الليل 6 ساعات، هيقول لي اتحجبي هتنقب، انا كده كده ان شاء الله ناجحه في الجواز وانا عارفه كويس انا بعمل. في مقابل انه تلاقي واحده تانية تقول لك والله انا عارفه ان انا الجواز انا شكلي مش همشي فيه، واحد يقول لك مشروع ده انا لا 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 انا مش انا اشتغل عند الناس احسن، مشروع ايه واشيل هم وضرايب، لا لا. واحد يختار يقول لك انا اخش كليه ما فيش احسن من التعليم المتوسط، سهل كده وحلو وعلى قد. يعني الخوف من الفشل ده مشكلة كبيرة جدا. تعالوا نعرف ايه اسباب الفشل. الفاشل دايما يتوقع اسوأ الفروض، يعني بدل ما يبقى عنده كده امل ونظرة كده متفائلة للحياة، لا ده بيحط اوحش التوقعات ويحطها قدام عينيه. الفاشل دايما يحط البيض كله في سلة واحدة، يعني تلاقيه داخل المشروع قام جايب فلوسه كلها من اول مليم لاخر مليم حاططها في المشروع، المشروع فشل بس خلاص جاله سكتة قلبية. ما ينفعش طبعا نحط كل ما نملك في مكان واحد، ما ينفعش. لازم يكون عندك كمان خطة احتياطية، يعني لو المشروع ده فشل انا هعمل الحاجة الفلانية عشان برضو ما يجليش اكتئاب ولا الفشل يعرف لي طريق. يعني لو مشروعي مثلا صغير خلاص يبقى انا مش هسيب الشغل بتاعي، انا اشتغل الصبح واشتغل في المشروع الصغير بالليل. حطش دايما كل طموحاتي في مكان واحد. الفاشل دايما تلاقيه تعيس، ما عندوش كده دافع للتطور والتفاؤل، لا محبط ودايما مكشر وشايل هم الدنيا. تلاقيه يقول لك اصل انا ما بخلفش وانا هشتغل ليه؟ طب انا هتعب نفسي ليه؟ يعني لو اشتغلت هشتغل بكام؟ 2000 جنيه عم والله ما اعرف ادفع حتى فاتورة النور والمية، ملاش لازم.
الفاشل دايما خايف من المجازفة والمخاطرة، يعني يقول لك ايه، بص انا هشتغل بالوظيفة الفلانية احسن وكده، على قد برضه كده، وان شاء الله هتفتح البيت. اعرف دايما من هاب صعود الجبال عاش دايما بين الحفر. لازم تبقى طموحاتك عالية وتعلي سقف طموحاتك. الفاشل دايما متراخي كده وضعيف في كل شيء. الناجح تلاقيه نظرته للحياة جميلة قوي، تلاقيه وصل ان هو يبقى مدير قسم يسكت، لا ده هو كمان بيحلم ان هو يبقى مدير قطاع، وبعدين مدير عام، وبعدين يبقى مساعد الوزير، وبعدين يبقى الوزير ذات نفسه، وبعدين يبقى المحافظ. هو ده النجاح. الفاشل دايما دماغه مشوشة، أهدافه غامضة قدامه. يعني تلاقي مثلا اتنين هو حلمهم هما الاتنين يبقى عندهم 1,000,000 دولار. الأول قالك أنا هذاكر كويس وبعدين هعدل الشهادة وهسافر ألمانيا وهشتغل إن شاء الله وهفتح المشروع اللي أنا بحلم بيه بإذن الله، ومشى في مشروعه بخطوات ثابتة وواضحة وكل حاجة. التاني يقول لك انا عايز ابقى معايا 1,000,000 دولار، بس مش عارف، يعني ما خططش، ما خدش ولا خطوة في اي حاجة. فطبيعي جدا ان اللي هيوصل اللي حط خطة واضحة قدامه وابتدى يحقق فعلا فيها. الفاشل دايما اهدافه غير واقعية. يعني انت مثلا عايز تتسلق الجبل، مش بتبتدي من تحت خالص، من الارض بتقف على الارض وبتبتدي تاخده سلمة سلمة لغاية ما توصل لقمة الجبل. لا ده في واحد مثلا يبقى معاه 1,000 جنيه ويقول لك بص انا هفتح شركة سياحة عالمية وهجيب 5 باصات وهيبقى عندي 5 سكرتيرات ومكاتب لحجز التذاكر وتيم ورك. طب انت معاك 1,000 جنيه، ابتدي. طيب ابتدي حاجة بسيطة اوي، طبعا حاجة غير واقعية. الفاشل دايما بيتسم بعدم المرونة، ما عندوش اي تكيف مع اي ظروف. تلاقي لو ربنا كرمه حتى وبقى وصل للشركة اللي كان بيحلم بيها، تلاقي يقول لك ايه، ده المدير متحكم قوي وسليط وكده، ومش قادر يتغاضى عن العيوب دي ويستمر ويواصل في العمل. لا لكن الناجح طبعا بيبقى متفتح وبيقدر يتعامل بكل مرونة مع كل الشخصيات. الفاشل دايما ما عندوش ثقة بنفسه نهائي، ولا في شكله ولا في أي حاجة خالص. يعني لو تلاقيه دايما منبهر باللي حواليه ومش واثق في إمكانياته هو، تقول له طب كمل مصنعك مثلا زي ما ده، انت نفس امكانيات فلان. يقول لك بس فلان هو برضو ايه، هو واثق من نفسه شوية. لا هو بس ربنا بيحبه، عن هو اصل هو مظهره مساعده، اصل هو تعليمه اعلى مني. الفاشل دايما عايش في الماضي، يقول لك ايه، المدير طردني قدام الناس كلها، انا استحالة اشتغل تاني عند اي حد، انا مراتي رفعت عليا قضية خلع وخلت شكلي في العيلة، انا مش قادر اشوف اي حد خلاص، انا استحالة اتجوز تاني. ما ينفعش. الفاشلين دايما غرقانين في ماضيهم، والناجحين دايما مركزين على مستقبلهم. لو سمحت لماضيك ان هو يبقى كل حياتك والماضيك ان هو يبقى مستقبلك، فاوعى تلوم الا نفسك، انت خلاص بقيت حبيس لماضيك. الفاشل دايما مش قادر يسامح، شايل من الناس ومش قادر يتقدم خطوة واحدة بسبب الشيلة اللي شايلها. دايما الشيلة ترجعه لورا. بص دايما لقدام، خليك متسامح، بلاش الأفكار السلبية دي تعشش جوه دماغك وتخلص عليك. الفاشل دايما تلاقيه بيختلق أعذار عشان يستريح بيها ويقدر يمشي وضميره ما يأنبهوش ان هو عنده مشاكل كتير. لكن الناجح طبعا حاجة غير كده خالص. الناجح بيدور على كل حاجة يكمل مسيرته بيها بكل قوة. يعني يقول لك الفاشل ايه،
انا على فكره المشروع ما بتاعي كان فاشل، يعني مش عشان فشل مني ولا لا لا، ده الضرايب اللي حطتني في دماغها لغايه ما قفلتني المشروع ده. انت حسبت ان يعني الشركه دي انا فشلت؟ لا، ده زمايلي اللي فضلوا يوقعوا بيني وبين المدير لغايه ما طردني من الشغل. لو كنت فاشل بلاش تبرر فشلك وتختلق اعذار، ارجع وتعلم من أخطائك وحاول حاول بكل الطرق ان انت تقف تاني على رجليك. اوعى تنشغل كمان بان انت تحبط اللي حواليك من الناس الناجحة والناس اللي عندها طاقة عالية، لان انت مش هتكسب حاجة. اولا نجاحهم مش هينقص منك حاجة، لا بالعكس، انت ما تقعد تشغلهم وتحبط فيهم ده هيقلل من عزيمتك انت، ومش هيزيدك انت الاحباط وكره للناجحين، ونفسيتك انت بس اللي هتتلف. الفاشل دايما خايف قوي من العقبات اللي هتقابله، بس كلنا عارفين ان اي حاجة في الدنيا دي لازم نبقى نؤمن تماما ان مفيش عقبات، يعني هنلاقي حاجة كده سهلة ميسرة بدون أي عقبات. طبعا ده ما ينفعش، تلاقي واحد جاله شغل في شركة وكل حاجة وجميلة، نزل ياخد التاكسي لقى مفيش تاكسيات ل5 دقايق في الشارع، والشق طلع وقال لك بس والله يعني من أول يوم فرهطت، الشركة ده مش هينفع مش هينفع كمل. تلاقي واحد جاله سفرية حلوة وطلبوا منه يروح يعمل فيش وتشبيه، قال لك شفت بقى لسه هروح افقد العقد، انا عارف الموضوع ده صعب ومش يعني ما ينفعش طبعا. تلاقي الفاشل مستني ضربة الحظ اللي هتنقله وهتخليه يجيب العربية اللي بيحلم بيها والفيلا اللي بيحلم بيها، تلاقيه مستني بيكسب في اليانصيب ولا يفوز في من سيربح المليون، وساعتها الناس كلها تعرف مين هو. الفاشل كمان أستاذ ورئيس قسم في تضييع الوقت، ما بيعرفش للوقت قيمة نهائي، لكن الناجح عارف كويس جدا ان الوقت الدقيقة اللي هتعدي مش هترجع تاني. الوقت مش زي الفلوس، الفلوس بتروح وممكن ترجع، لكن الوقت بيروح عمره ما بيرجع تاني. تلاقي الفاشل بيحب قوي أصحاب الطاقة السلبية، الناس اللي قدراتهم محدودة، الناس اللي ملهمش أصلا أي فايدة في المجتمع. وتلاقي الناجح أصحابه كلهم نفس الشكل ونفس النجاح. الفاشل بيحب قوي السهر والصحيان متأخر، الناجح بيصحى الساعة 6 الصبح بينام بعد العشاء. سمة ثابتة لجميع الناجحين. الفاشل دايما حاسس بعدم الراحة، ليه؟ لأنه مضطرب، فكره مشوش، علاقاته كلها مضطربة، هيستريح ازاي يعني؟ طب يعني أنا دلوقتي فاشل؟ أنا هعرفكوا بقى مين الفاشل. أنت حاولت وفشلت، حاولت وفشلت، وحاولت تاني وفشلت تالت. طب أنت دلوقتي فاشل؟ لأ أنت مش فاشل، أنت هيبقى اسمك فاشل في حالة واحدة بس، لو خلاص بطلت تحاول. يعني انت دلوقتي مش فاشل، انت بتحاول، ومادام بتحاول يبقى هتنجح وهتوصل له. النجاح طعمه جميل ويستاهل المحاولة ويستاهل التعب والمشقة وان انت تقابل العقبات عشان توصل له. لكن في شرط، لما تحاول ما تحاولش بقى بنفس الطريقة ونفس الاسلوب ونفس الخطوات ونفس الفكر ونفس الاصحاب ونفس كل حاجة. لا، اينشتاين بيقول من السذاجة ان انت تعمل نفس العمل بنفس الطريقة ثم تتوقع نتائج مختلفة، طبيعي جدا ان انت هتقابل نفس النتيجة. لازم تكون واثق من قدراتك. ابن القيم بيقول لو ان رجلا وقف امام جبل وعزم على ازالته لازاله. يعني شوف قدرتك وقوتك ممكن تعمل ايه، ان لو انت عزمت ان انت تنقل الجبل من مكانه هتنقله بقوة عزيمتك وارادتك ويقينك وثقتك في نفسك. لو حلمك كبير قوي قسمه، لو حلمك عظيم هات شركاء يكون معاك عشان تحققه.
تعالوا نشوف الشيطان عمل ايه عشان يحقق اهدافه. طبعا كلنا عارفين قصة الشيطان وسيدنا آدم، لما ربنا أمر الشيطان ان هو يركع لسيدنا آدم ورفض يسجد لسيدنا آدم، الشيطان قال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم إنه هيغوي كل بني آدم. وبعدين فكر، طب أنا هغويهم إزاي؟ بسرعة طلب من ربنا إنه يكون من المنذرين. ربنا قال له وافق له على الشرط بتاعه عشان طب ازاي هو هيغوي بني آدم وهيبقى عمره مثلا 1000 سنة؟ لا مش هيقعد. اول حاجة فكر فيها بسرعة، يعني من شروط حتى النجاح ان في مواقف ما بتحتاجش تفكير، لازم تاخد فيها القرار السريع. الشيطان حط لنفسه خطة كده مقسمة من 6 جولات علشان ينتصر على بني آدم ويحقق الوعد اللي وعده لربنا، وقال له وبعزتك، واقسم بعزة ربنا، قال له لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الشيطان قال لك أنا إيه، هنزل الجولة الأولى. الجولة الأولى دي بقى إيه؟ أكبر جولة. هعمل إيه؟ معركة الشرك والكفر. أنا هخلي بني آدم دول يكفروا بقى. طبعا تعالى دلوقتي الشيطان نجح فعلا، 20% مسلمين في سكان الكرة الأرضية كلها، و80% بيحملوا عقيدة غير عقيدة الإسلام. ده طبعا مش هنتكلم على اللي هم 20% دول أصلا اللي هم مسلم في البطاقة ولا يعرف عن الإسلام أصلا ولا بيعمل أي حاجة تمت للإسلام بصلة. الشيطان بقى حط الجولة التانية وقال لك دي بقى إيه، هخش لهم بقى في العقيدة بتاعتهم، هخليهم يحرفوا العقيدة بتاعتهم، هخليهم يتبعوا عقائد مختلفة عن سنة النبي ورسول سنة الله ورسوله. دلوقتي طبعا عندك الشيعة حاجات كتيرة قوي، مذاهب مختلفة. حط الجولة الثالثة وقال لك دي الكبائر بقى، أنا هوقع بني آدم دول في الزنا والسرقة والقتل والسحر وخلاص كده كده الدنيا ابتدت تظبط معاه. قال لك خش بقى على الجولة الرابعة، أنا هخلي خلاص بقى اللي مش عارف اجيب رجله في الثلاثة دول اكيد هيجي بقى في دي، الاكثار من صغائر الذنوب ان شاء الله بقى هتوقعه في الكبائر. ليه؟ ما هو اكثار من صغائر الذنوب، تلاقي واحد ما بيغضش بصره، تلاقي واحد لسانه يعني بيوقعه في كلمات مش كويسة، بعد كده تلاقيه ابتدى يتحرش وراح تاني لكبائر الذنوب. يا ما الخطوات بتجيب بعض. طيب خش على الجولة الخامسة بقى، الإكثار من المباحات والحلال. هو المباحات والحلال حرام؟ أيوة. الانشغال بالمباحات والحلال بيشغلك عن طاعة ربنا، يعني اما تنشغل بأموالك وشركاتك وزوجاتك وعربياتك وفسحك الحلال، ما هي لهتك عن ذكر ربنا، لأن الإكثار من الحلال يقلل من الحسنات. الشيطان ما اكتفاش، دخل على الجولة السادسة قال لك ايه ده، هو مش هيعمل ده كله؟ طب ده كده بقى ده داخل الجنة، داخل الجنة. طب انا بقى مش سايبه يخش جنة الفردوس الأعلى، ده انا هدخله بقى اقل درجات من الجنة. يعني شو مصمم على تحقيق حلم. ابتدى يشغل الإنسان بالفرائض ويلهيه عن السنن. الفشل ما يعرفش للشيطان طريق. صمم ان هو يغوي بني آدم، وحط الخطة وقسمها وجاب ذريته وأعوانه يساعدوه، وقال يا رب أنظرني إلى يوم يبعثون. وفعلا ربنا حقق له الطلب اللي طلبه، وفعلا نجح في تنفيذ خطته بكل قوة ونجاح. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان يا رب. يبقى الفشل لازم ما يعرفش لينا طريق. أتمنى إن بعد الكلام دوت إن أي واحد عدى بمرحلة سيئة في حياته يقوم وينهض ويكمل بقوة
وطول ما هو بيحاول فهو ناجح. لازم اليأس ده ما يعرفش طريق لقلوبنا أبدا أبدا. اللهم ارزقنا وإياكم يا رب النجاح في الدنيا والآخرة والفلاح، ويا رب اجمعنا في جنة الفردوس الأعلى بدون حساب ولا سابقة عذاب. ويا ريت ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب، واللي عنده أي موضوع يا ريت يقول لنا في الكومنتات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وننهي حلقتنا بالصلاة على النبي زي ما ابتديناها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.